السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا في حاله جيده ان شاء الله. السلام عليكم الاولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم جيتكم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم واحد لاصوب كتجي زوينه فهاد البرد. هاد الجهه كاين هاد بزاف ديال البروده اليوم وبرد الحال، والمهم تصلح تاكلوها في الليل ولا ساهله، ما فيهاش الحوايج اللي واعرين، وكل شيء عندنا حويجاتها في الدار موجودين. ودروك غادي نوريكم شنو غادي نحتاجو في هذا الفيديو ان شاء الله في هذا لاصوب ديالنا. ونتمنى البنات والولاد تبارطاجيو الفيديو ديالي وتجيو تزيدو توصلوني، وشكرا بزاف لكم اللي دخل القناه ديالي جديد والقديم، وشكرا بزاف لكم وكنشكركم. ودابا غادي نبدي نوريكم شنو غادي نحتاجو في هذا لاصوب، كتجي زوينه وساهله وما فيهاش البنات اللحم، وكتجي مهم. انا الاختيار ديالي ما بغيتش ندير فيها لا لحم لا والو، وانتم عليكم الاختيار، بغيتو تزيدوا فيها شي حاجه ديال اللحم ولا ماشي مشكل. وانا عندي هنايا هاد القرعه على هاد الشكل هذا، راني قطعت منها الطريف، وعندي القرعه هذه الحمراء درت منها واحد جوج طروفا كنخليها في الكونجيلاتور ما قدي عليه ما والو. وعندي هنايا بصله بحال هكا، وعندي هنا جوج خيزويات منقياهم وغسلاهم، وعندي هنايا طريف ديال القرم ولا المكور ولا كل واحد كي كيسميه، وعندي جوج مطيشات، وعندي قرعه البنات عاوتاني بحال هذه، وعندي شويه ديال اللوبيا شعره، وعندي هنا حزيمه ديال المعدنوس البنات ما فيهاش القزبر غير المعدنوس، وعندي هنايا سكينجبير على هذا الشكل هكا، وعندي هنايا جوج ديال الثوم، وعندي هنايا بطاطا وحده هي اللي راها بقات لي، كان معليش نبعد عدد نشريو وما كنبغيش نكثر بزاف الخضره باش ما كتبقى لي. وعندي هنايا الخرقوم، وعندي هنايا التحميره والملح على حسب الذوق، وزيت البلديه زيت الزيتون، وعندي البنات الماركراس غادي ندير لنا واحد شويه، انا كنخليه في الكونجيلاتور بحال هكا وكنكتب عليه باش كنعقل عليه شنو فيه، غادي ندير لنا واحد شويه بحال هكا، غادي نهرس لنا واحد شويه هكا نخرج غير شويه، وغادي ندير شويه في الاخر ما عنديش واجد هكا، حيد منو هاد الطريف غادي نوريكم كي غادي ندير. المهم شويه هكا شي يجي حتى هو كيجي زوين هكا بركا، معليش نحطو منو والله راه نقيه هنا تحليل الطريف، وهذا غادي نردو للكونجيلاتور هكا. ودروك غادي نبديو هادي، راني ما قشرتهاش البنات، غادي نحيد لهاد القشره بحال هكا، نحيد لهاد القشره نوريكم كي غادي ندير لهاد لاصوب، ساهله وتمناو تجربوها. وكاع بالنسبه للناس اللي خدامين ساهله دغيا دغيا يوجدوها. غادي نقطع البنات هكا غير عشوائي كما درنا لها، حيت ملي طيب عاد غادي نوريكم كي غادي ندير لها. غادي ندير في هاد الكرافس هكا دور القشيرات، هادي حتى هي غادي نقي القريعه هكا، حيدو لها لا كاين شي قشيرات ولا هكا، باش راه يعرف ينقي الخطره. وانا غير كنشارك معكم، وزوينه في هاد البرد راها ساهله الاكل ديالها، وهذا بالنسبه للناس اللي مرض الله يشافيهم يقدروا يديروها هكا. نقطعوا القرعه هكا، غير تاع القرعه هذه راه في الساعه كطيب راه الثلاجه نرميها غير هكا. نزيدوا هاد الخيزو البنات نديروا هذا ديالو لداخل، ها هو راه زوين وطري، نقطعوا غير هكا. نزيدوا هاد المطيشه حتى هي نقطعوا على هكا ونرميوها، والبصله هكا، نجيب الموس كبير تاعنا ديالو في الكاس، موس كبير حسن هو كعيب بعدا سهل هكا، كاين هنايا هاد الخيزويه نكملوها هكا. المهم الخضره كامله نقربوها هكا، مطيشات صغار، ونديرو هاد الكرم ولا مكور ولا كل واحد كي كيسميه، راني غاسله هكا حتى هو، هو كيعطي واحد المذاق زوين. وبالنسبه للوليدات اللي مكيبغيوش ياكلو الخضره، هادي هي الطريقه باش ياكلو الخضره، حتى هي فهاد البرد. قطعت هاد البطاطا هكا، نزيدو هاد المعدنوس البنات
انا راني دايره هنا غير المعدنوس يديروا غير هادو هما حتى هادو راه مزوينين. هاد الريصال كيطلقوا واحد المذاق وتبارك الله واحد الريحه راه عاد جديد هكا. دركا غادي ندير هاد اللوبيا هكا نحيد لهاد الريصال هكا ونحيدو لها كاع نقطيو هكا ونلوحو هنايا المهم شويه 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 من الحاجه انا اللي درت هنايا المهم خير بي باش ياكلوا كاع الوليدات راه كتعجبهم كتجي ساهله في الهضم. الخضره بالنسبه ما يبغيوش ياكلوا هذه هي الطريقه باش ياكلوا لنا الخضره. نكمل على هاد اللوبيا هكا كامله البركة عن اللوبيا مزيان نتمنى عجبتني بزاف. غادي نقي هاد الحيد هادو غادي نقي البنات معكم هاد السكين جبير هكا حيد لها هاد القشرة هانتوما هي زوينة كتجي في هاد الصبة غزالة ريحة ديالها مجهدة تبارك الله وزوينة حيدو لها كاع هاد الفوقاني هكا هاد القشرة هي غادي نحكها حيت علاش غادي نحكها حيت فيها واحد الخيوط باش داك الخيوط يبقاو لي في الحكاك غادي نحكها في هكا هانتوما غادي ندير هاد الطريف هكا حريجي هو هداك شي فيها هاد الخيوط تفك يبقى هاد الخيوط الفوق ما يهودوش هاكا تبع العشاب موجوده هاد السكنجبير هاكا شي انتي كتحك يبقى داك الخيوط الفوق ضروري البنات تحكوها باش نحيدو هادو من الخيوط باش يهودو. كنتو باغيين ديروها للولاد الصغار ولا حاولوا تحكو هاد السكنجبير يكون فيها هاد الخيطان كيما هانتوما كتشوفو شتخي كتبقى غادي نحكها نوريكم كي غادي تبقى شتو كيبقى هادو ديالها كي غادي نحاول نجمع هكا ولكن تبارك الله واحد الريحة كطلع منها منقولكمش تبارك الله زعما هاد البرد مخيرة هاد السكنجبير هانتوما حيدت هادوك الخيطان وندير هكا حيد هدا لي بقى لي غادي نزيد هادو ديال التومة نزيدهم هكا نقسمهم غادي ندير الخرقوم هانتوما غادي ندير مخرقوم راه هدا كندقو على يدينا راه ديال صحي حتى هو غادي ندير معلقة بحال هكا منو نزيد شوية ديال التحميرة على حسب اللون واللي مهم التحميرة غادي ندير حتى هي معلقة راه عندي هنايا تبارك الله الخضرة كتيرة وغادي نزيد الملحة على حسب الذوق على حسب شحال غتزيدو ديال الما هكا حتى التالي وندوقو غادي نزيد البنات هنا زيت الزيتون زيت البلدية على هكا نقدرو نديرو منها واحد نص كاس ديال العنبة راها زوينة صافي بحال هكا وغادي نديرو الماء غادي ندير أنا الماء حتى هنايا للودنين غادي نردها فوق البوطة وتابعو معايا حتى طيب ونوريكم كي غادي تجي الصبة ديالنا وكي غادي ندير لها سير درك البنات راني رديتها فوق البوطه ما غادي نقليو لا خضره لا والو حيت عندنا غير خضره غادي نزيدو هنايا هكا الماء هانتوما كتشوفوا على حسب الماء مره حتى باش ما نضلوش نزيدو هكا غادي نزيد هاد الماء راه هنا كملي
هكا غادي نزيدو الماء حتى نغطيو على هاد الخضرة ديالنا هكا انتما كتشوفو، حتى نزيدو نعمرو هكا الماء حساب لي عندنا ديال الخضرة. نحيت تبارك الله راني درت هنا الخضرة بزاف باش ما نزيدوش كاع في التالي هكا على هاد الشكل هانتوما هكا نخليوها البنات غادي دابا غادي نبلع عليها كوكوط وتابعوا معنا حتى كطيب ونوريكم كي غادي نديرها. غادي نشوفوا الصبه ديالنا واش طابت لنا وهانتوما شوفوا ها هي تبارك الله راها غزاله وطالعه واحد الريحه منها ما شهيتكم. ودروك البنات غادي نطحنوها نتوما لكم الاختيار باش ما بغيتو تطحنوا بمونينيكس، انا عندي هذيك نطحنها هكا سخونه في الكوكوط وانتوما تقدروا تخليوها شويه وتطحنوها في المونينيكس. ودروك غادي نطحنها وتابعوا معايا حتى نحطها طاوله التقديم هذه كدير شويه الحس باش ما نرونكمش. غادي نطحنها ونشوفوا معايا كيفاش غادي تجي في طاوله الاكل ان شاء الله. البنات هاني طحنت الصبه ديالنا انتوما كتشوفوا هي كي جات على هذه الطريقه راه تبارك الله عرفتي واحد الريحه طالعه غزاله كتشهي ونتمنى تجربوها. ودابا غادي نحطها البنات في السبيره ديالنا ونوريكم كي غادي ندير لها هي والزيت البلديه وانتم عليكم الاختيار وغادي تشوفوا كي غادي تجي ان شاء الله. البنات هاني كنعمر في زلايف هكا ديك راني كنت درتها ما كنتش نصور ولكن ماشي مشكل هانتوما كتشوفوا الصبه ديالنا كي جات غادي ندير زلايف هكا وانتم عليكم الاختيار. انا عندي هنا زيت الزيتون راه عاد جديده غادي ندير بحال هكا البنات اللي المهم عرفتي كتجي غزاله وصحيه. وهاد الصبه البنات بغيت نشاركها معكم المهم الناس اللي الله يشافيهم ويكونوا مراد راه عرفتي صحيه وراها تصلح لهم وياكلوها. كاين اللي ما يقدش ياكل الماكله وهذا هاد الصبه راها عرفتي ما نقولكمش البنات راه صحيه تقدروا توجدوها للناس اللي مراد الله يشافيهم ويهز علينا هاد الامراض هذا ما كنطلبوا. ودروك البنات نتمنى تجربوها وتبارطاجيو الفيديو ديالي للعائله والاحباب وشكرا لكم بزاف 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 على الابوني ديالكم القديم والجديد اللي دخل القناه ديالي مرحبا به واهلا وسهلا به. ونتمنى تجربوها البنات هاد الصبه راه نقول لكم صحيه للكبار والصغار حتى للصغار راه عرفتي ما فيهاش الحوايج اللي ضروا ما فيهاش اللحم راه غير الخضره تبارك الله وزيت الزيتون راها جديده عاد يلاه كي طحنت. وبالصحه والراحه وبالسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله وتبارك الله عليكم وبالسلامه عليكم البنات.